للأسف في مدة صلاحية لبعض العلاقات. كان في شيء مفروض علي وأنا ما كنت حبه. enough is enough. وكنت غير مستقلة ماديا وما كان حدا عندي سند غير نفسي، ما عندي ظهر غير ظهري. وقررت انه whatever it is I'm gonna do it. انا اول بنت تطلع على اليوتيوب وبتنزل صورها وبتحكي، وفي وقت ما كان فيه اليوتيوب اصلا معروف في بلدي. هلا هلا هلا، مرحبا ايها الاصدقاء، انا ميران ماريمورا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. It is a talk absolutely. So we're gonna talk in this video على حب الذات يعني، واشياء هيك راح احكي لكم اسرار عني كبنت مثلا، let's say بنت متمردة يعني خارجة عن العادات والتقاليد، عندي تفكيري الخاص، عقليتي الخاصة. راح نحكي كمان على الثقة بالنفس، على قوة الشخصية. فاذا انت مهتمة بهالشي اهلا بك صديقتي في هذا الفيديو. احضر لكم قهوه عربي كما انا محضره لهني. اخ جمال جمال القهوه العربيه اختي. وتعالوا نحكي وتعالوا ندردش ونفتح قلبنا لبعض، وانا راح احكي لكم اشياء واجهتها في مراهقتي من ناحيه يعني تبدل الافكار وكيف تغيرت من طفله لمراهقه، وكيف تغيرت معها اشياء، وكيف فجاه لقيت المجتمع حط علي ضغوطات معينه، وكيف قررت اني انا اخرج على العادات هي والتقاليد. ورح احكي لكم قصص واقعية صارت معي، فكثير متحمسة اني انا اشارككم هالشي. So let's get started. بس قبل هيك احطوا لايك الفيديو تحت الزر الاحمر، سووا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد من القناة. واذا حبيتوا فكرة التالك اكتبوا لي افكار ثانية بدكم احكي فيها، مواضيع تابو، مواضيع جريئة في المجتمع العربي. وبس هيك، وبالمرة تابعوني على الانستغرام. بس هيك let's get started. so رح نبلش بحب الذات. انا بؤمن انه الشخص اللي بيحب ذاته وهو شخص واثق من نفسه، يعني مستحيل تلاقوا شخص بيحب نفسه ومن واثق من حاله، او شخص بيحب يعني نفسه وما في عنده كثير ناس بتحبه او مش محبوب من الناس. صعب انك تلاقي شيء زي هيك، لانه it's a full package جاي مع بعض. ومن بين الاشياء اللي بتدل انه احنا نحب انفسنا هو انه احنا ناخذ قرارات اللي تخدمنا. انا من نوع من الناس اللي ما باخذ قرار هيك، مش هيك باخذ قراراتي، باخذ قراراتي بعد دراسة، بعد تفكير، بعد اني انا ما حللت كل شيء فيها سلبي وايجابي، وباخذ بس القرار اللي يفيدني. لهيك انا جدا راضية على حياتي، يعني بعرف انه انا في كل يعني مرحلة من حياتي أو ظرف صعب أنا اخترت أفضل شيء متاح لإلي في هذاك الوقت. فكل قرار أنا باخذه لازم يكون يا أما يفيدني في علاقاتي، يا أما يفيدني في شغلي، يا أما يفيدني في دراستي. أنا ما بحب تعقيد الأمور في هالشيء، وصريحة مع نفسي. أنا شخص كثير كثير صريح مع نفسه وبس، أو simple يعني I make it simple. يعني المعادلة جدا سهلة، أنا لازم أتطور في الحياة. طيب أنا أتطور، هل حأخذ القرار اللي رح يطور مني أو القرار اللي رح يأذيني؟ طبعا رح أخذ القرار اللي يطور مني ويخليني شخص أحسن، حتى لو كان هالقرار هذا رح أدعس فيه على قلبي. كل ما كنت واضح مع نفسك وكل ما كنت صادق، كل ما أنت تقدمت أكثر وتطورت وخدمت نفسك وحبيت نفسك اكثر. شو هو اصلا حب النفس؟ حب النفس اني انا احميني، اكون الامان لنفسي. كيف اكون الامان لنفسي؟ بجملة افعال انا بسويها، بجملة قرارات انا بسويها، بجملة مبادئ، بجملة ستاندرز بتكون عندي ولا يمكن المراهنة عليها. سو خليني اعطيكم مثال عن نفسي. طبعا انتم بتتابعوني من زمان، الناس اللي بتتابعني من زمان بيعرفوا انه انا ما بسوي اعلانات، انا ما بقبل ولا اي اعلان. يعني بدات اعطيكم اكزامبل، في شركه اجتني وقالت لي انه بدنا اياك تسوي لنا دعايه على لعبه. اوكي طيب، انا متابعيني ناس بتدرس،
ناس ما عندها وقت، ناس عم بتطور من حالها، ما عندها وقت انها يتمسك فيها الموبايل، انها تلعب لعبة يعني. والاوديونس تبعي كبير في السن، يعني انا الناس اللي بتبعني مش اطفال، يعني في طبعا اطفال، في نسبة اطفال، ولكن الاغلبية اللي عندي سنهم ما بين 18 سنة ل 34 سنة. هل انا رح اجي اقدم لهال يعني الناس من الفئة العمرية هاي لعبة وهما رح يتابعوني يعني يلا ميرا سوت اعلان لهاي اللعبة هاي، فيلا يعني نروح نكتشف اللعبة هاي؟ لا بيليق بي انا ولا بيليق بمتابعيني اني انا اسوي اعلان على شيء زي هيك. فمهما كان المبلغ المادي اللي راح اخذه من الاعلان ما بيمثلني، بل ما بيمثل مبادئي، ما بيمثل شخصيتي. سيبكم من المبادئ، ما بيعكس شخصيتي ولا شخصية متابعيني. الناس اللي بتتابعني هي ناس شبهي، لانه انا اي اتراكت ذيم لانهم هم شبهي، وانا بعرف انه انا بستحق شيء افضل. هيك انا رافضه مبدا الاعلانات الا لما بيجي شيء بيمثلني، شيء قوي، شيء انا بستحقه، شيء gonna elevate me، شيء رح يطلعني انا، رح استفاد منه انا، رح تستفاد منه الناس اللي بتتابعني، او يمكن يطور من الفئه اللي بتتابعني، بنفس الوقت يخدم الشركه، يعني تكون في فايده كامن لكل الناس. بس انه انا بسوي اعلان وبس هيك، That's not me. اللي بدي اقوله انه كل ما كنت صريح مع نفسك، صرت صريح مع شخصيتك، كنت عارف تاخذ قرارات اصح او سليمه اكثر. بمعنى انا اعلان مثلا رخيص او اعلان تافه ما بيمثلني، طيب ليش باخذ قرار اني انا اسوي اعلان بس عشان الناس كلها بتسوي اعلان او راح يجيب لي مدخل مادي؟ انا في غنى، انا لست رقم، انا لست مبلغ. فمين اللي شو عم بحكي؟ فخلوا عندكم قيمة لا تقدر بثمن. وبما انه رح نحكي هلا على القيمة، خليني اعطيكم شيء شفته في قناة مع كارول. من فترة لفترة لما بكون فاضية ويكون عندي وقت بحب اسمع افكار الناس، بحب اشوف الناس كيف بتفكر، فبسمع لبودكاستات او ناس بتحكي في مواضيع جريئة او مواضيع معينة عرفتوا، حتى في العلاقات الاجتماعية. فقالت شغلة كثير كثير لفتت انتباهي وكثير حبيتها وكثير واقعية يعني، وحسيت بالكلام اللي هي عم تحكي. قالت شغلة انه انت اللي بتحدد قيمتك، انت اللي بتحدد سعرك. وعطت مثال كثير حبيته، انه let's say انا اليوم رحت لشوبينج، اوكي رحت للمحل الاول، المحل الاول هذا شفت فيه شغلة وظليت يعني اني انا بعطي وباخذ وبعطي مع البائع وبقوله لا نزلي في السعر، فخلاص السعر اللي قال عليه ما عجبني، فخلاص انا طلعت من المحل. فهو بس شافني طلع، لا تعالي وخذي بالسعر اللي انت بدك اياه. يعني المثال الثاني اللي عطاته، انه انت رحتي لمحل والبائع يعني قال لك على سعر معين، السعر انت هذا ما حبيتيه، فانتي طلعتي. فلما انتي طلعتي وهو ما شاور عليك يعني وقالك انه السعر لا يراهنوا عليه او مستحيل اني انا اخفض فيه، فانتي رح تصيري بتفكري انه لا بدي اخفض لانه عطى للمنتج تبعه قيمة. بينما الشخص الثاني اللي ما عطى للمنتج تبعه قيمة، ممكن قيمته قلت بالنسبة لك، سعره already قل. فهي نفس الشيء، يعني انت لازم تعطي قيمة لحالك. القيمة لحالك هاي ما في تفاوض عليها. يعني انا لما بكون شخص مثلا كثير معطاء كثير معطاء كثير معطاء كثير معطاء والطرف الثاني ما عم يعطيني ولا شيء، انا خلاص صرت مضمونة، انا صرت يعني ما عندي اي قيمة، لانه اعطائي هذا الزائد خلاني بلا قيمة. فلازم في توازن شوي من هون شوي من هون، بس انه هيك بتعلى كثير انت اوريدي ما عادش موجود، ما عادش اي انسان يشوفك، وراهو راهي طبيعه بشريه الحكايه هذه. ما هيش معناها انه شخص باهي وشخص خايب، لا، الحكايه مرهونه بان طبيعه بشريه، احنا هكا. احنا لما الشخص بيقلل من قيمته يعني بدون هو اصلا ما بيحس ومفكرها انه حب او تضحيه وما بعرفش ايش، احنا حتى لو احنا اشخاص طيبين رح نصير نشوف انه هالشيء عادي، هو ما عم بيسوي شيء اكسترا. هي هيك الطبيعه البشريه. هلا رح نحكي شوي على العلاقات، بما انه كنا عم نحكي على القرارات والقيمه
وكيف هاي القيمة يعني كيف تعاملنا مع أنفسنا بيحدد قيمتنا عند الناس. لما أنت تدخل فلان وعلان لحياتك قبل ما تدخلهم لازم تعرف سبب وجود هالناس هاي في حياتك، ولازم تعرف كمان إنه مو أي إنسان بنعرفه رح يضل معنا ويضاين لطول العمر. للأسف في مدة صلاحية لبعض العلاقات، أنا بعرف كلامي شوي هيك مستفز ومؤلم بعض الشيء، ولكن هي حقيقة. لو تلاحظوا أنه في كثير ناس، ما تلاحظوا ممكن في ناس دخلت لحياتكم وفجأة راحوا، وهالناس هذولا لما فاتوا لحياتكم ما كانوا الشر، يعني ممكن ساعدوكم في شيء معين وراحوا، ممكن ما بعرفش أنا أي شيء، وكانوا هيك خفيفين، كانوا موجودين لسبب. فمهما كان وجود أي شخص في حياتك فأعرف أنه أول شيء موجود لسبب، ثاني شيء أعرف أنه في مدة صلاحية لبعض العلاقات، مش كل العلاقات رح تضاين لطول العمر. وكل ما عرفت هالشيء كل ما كان مصدر سعادتك من نفسك، وكل ما كان تعلقك بالناس أقل. رح نحكي في الموضوع بعدين اللي هو التعلق وهي الأشياء، خلنا بس في النقطة هاي. بحس انه في بعض الناس بيرمسسوا فكرة او كيف بتقولي في مدة صلاحية للعلاقات، ما بعرفش ايش هذا، اسمه استغلال. الحياة ابسط من هيك، الحياة ابسط من هيك حرفيا. في علاقات هيك، شخص مثلا عرفته هاي السنة، هاي كان زميلي، قعدنا معه قضينا وقت، طلعنا مثلا، ممكن تعلمت منه شيء، حفزني في شيء معين، وخلاص كل واحد فينا انتقل لمرحلة ثانية ووصلنا مبعد نحكي عادي. هو مش شخص سيء ولا انت شخص سيء، هي هيك سنة الحياة. في علاقات عندها مدة صلاحية، ولازم دايما تحط في مخك انه اذا هاي العلاقة ما بتخدمك sorry you are out. انت موجود في حياتي، انا فرصة في حياتك، انت رح هل تعرف تستغل هاي الفرصة او لا. انت موجود في حياتي، اذا انت عرفت تستغل الفرصة او لا. كل ما عملت نفسك كأز ان اوبورتينيتي لحياة الناس، كل ما قيمتك عاليت. ومش تمثيل، لازم تكون مستشعره ومستشعر هالكلام هذا، كل خلية في جسمك تكون مستشعر هالشي. واذا حدا اعتدى على ستاندر تبعك out. انا واصلة لمرحلة من حياتي انه انا بختار نفسي في ابسط شيء، وكل خلية في جسمي بتستشعر هالشيء. I'm gonna give you example. انا كان عندي موعد مع حدا من رفقاتي، وانا نفسي حست انه هالموعد هذا تقيل على قلبي، او اجتني الرغبة في اني انا اتقوق. هل رح لبي انا نداء طلعة هاي، او رح لبي نداء نفسي اللي محتاجتني، اللي محتاجة انا احتويها؟ رح لبي طبيعي نداء نفسي، الو مرحبا كيفك، انا اسفة ما رح اقدر اني انا اطلع معك اليوم، ممكن نشوف يوم ثاني. وبس اللي يتفهم يتفهم، اللي ما حب يتفهم اموره. I'm sorry, this is my zone. تعلموا انكم تكونوا مو متاحين دايما. انا ما رح اكون متاحة دايما لإلك، رح اكون متاحة لنفسي اولا وبعدين تجي انت. انا في السكادجول تبعي في اليوم عندي كذا 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 كذا، وانت بدك تقابلني. I am sorry, I cannot. انا اليوم مشغولة، ممكن نتفق ونلتقي في يوم ثاني. بحس انه هاي القاعدة هاي بس فيها إلغاء، بس إذا كانت فيها نداء العيلة ويكون شيء سيريس، أو نداء صداقة وشيء سيريس. مثلاً زي إنه أنا صاحبتي سوت أكسيدنت وما عند حدا غيري، أكيد رح أروح لصديقتي. عرفتوا كيف؟ يعني في أكيد إكسبشن، بس إحنا نحكو في الحالة العادية. وإذا أصحابكم أو الناس اللي حواليكم ما تفهموا هالشيء، شوي شوي رح يتفهم. أعطوهم الوقت، لأنه إحنا في وطننا العربي لسه مش متعودين بهالشيء، بانه هالشيء حق مكتسب، بينما هو مش حق. انا اذا عطيتك هالشيء فهذا لانك انت شخص انا بحبه، انا بدي اياك في حياتي، مش حق مكتسب، مش حق. انا فيني اشيل منك هالحق هذا امتى ما انا بدي، اذا انت علاقتي بيك ما عاد تخدمني. ودائما تذكروا انه لما تحطي قيمه لنفسك، قيمه فاليو، رح تضل الناس تفكر
عندها فضول بتكتشفك. هي ما لها شو عندها حتى انه بحط هاي القيمه بكل هاي القيمه لنفسها؟ هي شو الشيء الزايد رح يشوفك شخص سبيشل؟ مش لانك انت فعلا سبيشل، لانك انت حطيتي هاي القيمه هاي وحسيتي واستشعرتي انك انت سبيشل، فصارت الناس كلها بتشوفك انك انت حدا سبيشل. It is mindset من الاخر. هلا رح احكي لكم شيء علمني احب نفسي واختار نفسي. هاي اول مره كنت اختار فيها نفسي لتسيب بوعي، يعني انا ممكن وانا مراهقه كنت مختار نفسي وانا مش عارفه عرفته، بس هي اخترتها انا بوعي، مش في المراهقه سوري، في اول مرحله شبابي، عمري 19 سنه وقتها. او ماي جاد كنت كثير صغنطوطه بس لساني طويل. كان في شيء مفروض عليا وانا ما كنت حباه، يعني فرض عليا غصبا عني. ما رح فوت في التفاصيل بقول شو هو هالشيء هذا، بس قررت وقتها انه enough is enough، وكنت غير مستقلة ماديا وما كان حدا عندي سند غير نفسي، ما عندي ظهر غير ظهري، وقررت انه whatever it is I'm gonna do it. وبذكر في هالمرحلة هي من حياتي كان خالي كلمني انه قال لي اذا استحقيتي اي شيء انا رح اكون معك في قرارك and I support you. بس طبعا انه انا الكبرياء للسماء، ف قلت انه لا that's fine I'm okay don't worry I'm gonna be okay. كثير كثير بوجه حب لها خالي هذا، عايشك خالي هيدي. بعرف انه ما بيتابع اليوتيوب شانل لانه هي is too busy في حياته، طبيب مشغول دايما. بس انه وكان هالموضوع هذا يتطلب مني شجاعة جدا كبيرة، لاني انا رح واجه مجتمع منغلق وبده يفرض صورة واحدة على الكل، انا كنت رافضة هاي الصورة. بس قررت اني انا في استجمعت وعرفت بخطط الموضوع من سنة، استجمعت شتات نفسي وواجهت، وفعلا الناس ظلت تحكي بس انا كنت مسكرة وداني مسكرتها حرفيا، لا بدي حدا يحكي لي ولا بدي حدا يقول لي، وانا كنت صغيرة في السن ذا ما بفهم هاي الاشياء، فما كنت بخلي حدا يجي يقول لي كلام عشان ما بيأثر في نفسيتي، بعطيه حدوده. وما كنت عارفة وقتها انه هاي ستاندر تبعي انا، هلا صرت بفهمها بهالسن هذا، لانه زمان ما كنتش موجودة الانترنت زي ما متاحة هلا. وهلا رح احكي لكم كمان مثال ثاني انا اخترت فيه نفسي، بس هي كبيرة شوية، بس كمان ما كنت واعية. لانه زي ما حكيت هاي الاشياء ما كانت متاحة لنا هاي الافكار، هلا صارت الافكار هاي جديدة. كنت قديش عمري؟ 23 سنة تقريبا، من كم سنة يعني، من هون من قريب يعني، مش من بعيد 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 يعني. لتسي من اول ما بلش اليوتيوب شانل تبعي، طبعا انا من عيلة محافظة، في عيلتنا في ناس تلبس نقاب حجاب شرعي، فاهمين؟ ماما قريت تلبس الحجاب الشرعي، يعني عيلتي ملتزمة دينية. فانا من عيلتي الوحيدة، ولتسي حتى في العيلة الموسعة، العيلة الموسعة مش كلها متدينين اوكي، لا عندنا ناس مسلمين وناس مش مسلمين في العيلة، بس انه العيلة الموسعة بكون انا اول بنت بتطلع على اليوتيوب وبتنزل صورها وبتحكي، وفي وقت ما كان فيه اليوتيوب اصلا معروف في بلدي، لا مجنونة جند الهار الشرف. وانا ما كنت عم سوي شيء يعني مش منيح، عرفتوا؟ بالعكس كنت بسوي اشياء بؤمن فيها يعني. وقتها زمان قبل ما بلش هيك في المحتوى اللي تبع دراستك او الفلوجات، كنت نحكي في اشياء تخص الوطن العربي، كنت جدا مهتمة بالقضايا في الوطن العربي، بحب احكي، كنت بكتب عن القضايا هاي. ففي فيديو انتشر لي فايرل، ما كنت متوقع انه راح ينشر فايرل، يعني كنت عم سويهم لاني بؤمن بهاي الفكرة وبؤمن بالوحدة العربية وهي الاشياء.
وكنت يعني صغيرة فمتحمسة كثير لهي الأفكار هاي. المهم اكتشفوا عائلتي انه انا عندي يوتيوب شانل، انا ما كنت مخبرتهم انه انا عندي يوتيوب شانل. او ماي جاد، قصة عذابي بلشت من وقتها. انا كنت وقتها في الجامعة في تونس قبل ما اتخلى عن دراستي هناك واطلع برا البلد. ذيك الوقت يعني كان اخي ضد اي شيء انا بسويه. فكنا قاعدة وصلت عشان انه انا ما اتناقش معاه، ما يعني برجع لبيت اهلي كثير، عرفتوا؟ عشان ما بيصير خلاف ما بيننا دي، انه انا كنت متمسكه جدا وما رح افوت في تفاصيل بشعه صارت معي، بس لكم ان تتخيل. لكم حريه التخيل. كنت يعني لما بنزل لبيت اهلي ما هو ما بيعرف انه انا في بيت اهلي، ما بيعرف انه انا عند الماما والبابا، هو كان متزوج يعني وقتها اخي. وانا في هالمرحله هي كنت مستعده اني انا اواجهه، مستعده اني اقول له باعلى صوت لا ما راح تتدخل في حياتي، ما عندك اي ادنى حق انك تعطي رايك في حياتي وفي اختياراتي الشخصيه. وبرغم ان برا بقول اني انا كنت ماما مستقله ماديا، بس كنت عندي هي البوتنشل انه enough is enough، I'm gonna choose myself، ولا احد عنده الحق يتدخل فيني. صارت كثير مناوشات ما بيني وبينه، ups and down. وصلت لمرحلة انه خلاص رح وقف اليوتيوب، بعدين رجعت يعني وقفت، ما وقفتش. اللي بيعرفوا من زمان في فيديو زمان، انا بحكي زمان يعني، انه انا نزلته وقتها حرفيا كان بدي اوقف لانه حسيت بضغط شديد وانا وحدي. فسبحان الله فجأة لقيت فتح لي الله باب. كنت بتذكر حالي انه انا بصر لاخر الليل وبسمع في اغنية حلمي تحطم واختفى وبقول لا الله رح يغير، بطلع في السماء هيك والامر الله رح يغير، الله رح يرزقني شيء، ذكائي هذا مش رح يروح على الفاضي، قدراتي هي اللي عندي ما رح تروح على الفاضي. الى ان بعدين اجتني السفر لروسيا، حاليا انا في روسيا كلكم تعرفوا هالشي، وعلى مشارف التخرج. فما تيأسوا، اختاروا حالكم، تقبلكم حياتكم 360 درجة مش 180 درجة، بس خليكم مؤمنين بشي بسووه. سووا شيء عنده هدف، ما سووش يعني شيء بلا طعمة، وكونوا ركزين يعني عندكم جذور، هاي الجذور ما حدا يقدر يقطعها، لانك لما تكون بلا جذور رح تطير طيرك هوا احيانا، ما بعرفش انا طيرك ساء بعرف انا شو عمو، بس انه رح تميل مع كل تيار. بينما لما انت تكون عندك جذور ولا احد يقدر يقتلع هاي الجذور. فاللي كان بدي اقوله انه كوني ذكية واحسبيها صح. انا لما اخذت قرار التمرد هذا في كذا شيء من اللي انا حكيتهم لكم كنت حسبتها صح، وعارفة النتيجة وعارفة شو رح يصير فيها وشو العذاب اللي انا رح واجهه والتحديات اللي رح واجهها والوحدة والما بعرفش انا الضغط النفسي كنت حسبتها بالملي. نفس هذول الناس اللي سووا لي مشاكل او حكوا صار بيقولوا انه كيف من فين لقيت هاي القوة، انه هي مثال يحتذى به. نفسه اخي نشنا بعد لبعيد، اخي اللي كان ضدي في كل شيء انا بسويه، هو نفسه صار شايفني انه انا شيء عم بسويه يعني منيح، صار بيشجعني حتى على اليوتيوب اللي كان ضده، يعني شاف محبة الناس لإلي، شافني اني انا ما عم بسوي شيء غلط. وكمان صار في وعي اكثر على السوشيال ميديا حاليا على زمان، لانه كان دايما فكرة بياخذوا صورك ويسووا عليها اشياء مش منيح، فاهمين؟ كان هذا التفكير القديم اللي رائج وشرف، فاهمين؟ حاليا لا، الناس تغيرت وصارت تعرف انه هالشي مصدر رزق، انه هالشي شغل، مش بس انه حدا يعني بيصور حاله وبيحكي، مش بس يعني شيء، مش بس هيك، شيء اكبر من هيك، it is a job حاليا، وصار في عليها ضرائب. فبحس انه انا yes I was a cycle breaker. انا بستشعر هالشي من زمان، انه انا اللي الشخص اللي رح يكسر القاعدة في العيلة، وانه انا هو الشخص اللي رح طور من العيلة. لكن هالشي دايما حمل علي
انه انا الشخص اللي راح ينهض بالعيلة واللي راح يطورها وراح يخليها افضل هو انا. فلهيك انا شخص جدا طموح وجدا بشتغل على حالي، ولهيك انا التنشن عندي والبرشر عندي كثير كبيرة، حتى انه وصل هالشي مرضني. حكيت كثير حكيت لكم عن نفسي كثير، ما بعرف شو راح اسمي هالفيديو هذا، بس اللي حبيت اقوله انه اعتبروا دايما حالكم فرصة وما تعطوا لأي شخص اكثر من فرصة، طبعا اذا تعدى الخطوط الحمراء تبعكم، لانه في اشياء ممكن عادي نغفر عليها. وكونوا صريمين ولا تكذبوا احساسكم، واياكي اياكي تتخلي على مبادئك، اياكي ما تغيريش رايك عشان يعجب بك احد، ما تغيريش لبسك عشان يعجب بك احد، ما تغيريش طريقه تصرفك وكلامك عشان يعجب بك احد. انتي استثنائيه بالباكج تبعك، وانتي الوحيدة اللي تقدر توصلي هالشي للطرف الاخر. الثقة بالنفس لازم تكون مستمدة من شيء غير مادي، من شيء ما بيموت، شيء ما بيموت، لانه الجمال بيموت. اذا انتي مستمدة مثلا ثقتك من جمالك، بس الفكرة عمرها ما تموت. حافظي على جذورك، حبي نفسك، كوني انتي اولا، قدمي حالك على كل حدا، وراح تشوفي اني حياتك راح تتغير. مش راح تتغير هيك، it's a process, it's a marathon. شوي شوي راح تشوفي ثقتك بنفسك زادت، صارت الناس ثانية، نوعية ثانية من الناس تفوت لحياتك، صارت الناس تحترمك اكثر، صارت الناس تقدرك اكثر، صرتي تعرفي انت شو بدك. ودايما اهتموا بصحتكم النفسية، لانه هالشي عنده دخل. نقوا نفسكم من الترومس، سووا شو بيقولوا لها، تنظيف روحي، نظفوا التراكمات اللي فيكم، نظفوا التروما، فكروا بطريقة تفكيركم، مشوها بطريقة تفكير صح، لأنه أنتم ممكن تجذبوا أشياء لحالكم غلط بسبب طريقة تفكيركم. ممكن التروماز اللي عندكم في اللاوعي عم تعرقل لكم رزقكم، بسببها رزقكم ما عم يوصل. فكل ما ركزتوا على حالكم وكل ما ركزتوا على نفسكم وعلى روحكم وعلى صفاء روحكم، حياتكم راح تتغير حرفين. هيك انا مستغرب من الناس هي المشغوله بالناس وبتتبع حنايه الناس وبتحكي عليه. يا عمي اهتم بنفسك، حياتك راح تتغير. انت لما تعطي وقتك لفلان وعلان وتحكي عليه وتنمم عليه ما بعرفش شو، انت ما راح ترتاح، ما راح ترتاح لما تشتم او تطعن شخص، ما راح ترتاح، حياتك ما راح تتغير هي نفسها، بل بالعكس راح تصير أسوأ وأسوأ. بينما لما أعطي كل وقتي لنفسي وأهتم بنفسي، أركز معها، أشوف الأشياء المنيحة الأشياء مش منيحة، راح تلاقي شوي شوي حياتك تتغير. بس هيك أصدقائي، حكيت كثير الله يعني على منتج هذا الفيديو. تبين تحت أفكار ثانية بتكون إنه أنا بحكي فيها، أشارككم مثلا تجربتي في شيء معين. وبس هيك، انا ميرا المرموره الحلوه الاموره اللي بتحبكم كثير. حطوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، تابعوني على الانستغرام، وادعوا لي بالشفاء العاجل، لانه انا كل شوي بتعذب، قاعده على الكرسي بصور لكم، كل شوي بروح على السرير وبقعد. لهيك انا شوي هاديه في الحكي غير عن العاده، لانه انا مرضانة، بتعرفوا هالشيء. خلوا جماعه الانستغرام يقول لكم انا شو عندي، دائما فاضحه حالي سبحان الله. بس هيك دعولي، وحب كبير من قلبي الصافي لكم يا صديقاتي. الى اللقاء، ديروا بالكم على حالكم، احلامكم مقلوبكم، نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات في هوا، بسليمه.